صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام، يوم جديد يا رب يبقى يوم سعيد على حضراتكم، وان شاء الله يوم يبقى مليان نشاط كده وطاقه، والطاقه والنشاط ما بتجيش غير بايه بقى؟ بالفطار المتين الصحي. صباح الخير يا اسماء. حلو الفطار المتين الصحي ده. صباح الخير يا ايه، صباح الخير على حضراتكم. يوم جديد وحلقه جديده و8 الصبح، وابدا يومك صح، ابتدي يومك بالفطار زي ما ايه قالت، الفطار المتين الصحي. واحنا طبعا خلاص ايام قليله جدا، وهتبقى كل المدارس دخلت في بعض المدارس بالتاكيد هي بدات بالفعل، ولسه على اخر الشهر ده ان شاء الله هتبقى كل المدارس بتدخل، ودي الفتره طبعا اللي كل ست مصريه تبتدي تستعد وتبتدي تفكر هفطر ولادي ايه الصبح، اكلهم ايه، ما اكلهمش ايه، الحاجات المفيده الحاجات المش مفيده. عشان كده وزاره الصحه المصريه عملت او اطلقت بالتزامن مع انطلاق المدارس كلها اجابه لكل التساؤلات اللي بيتساءلها اولياء الامور، وبالتاكيد طبعا الام المصريه. عملت ايه بقى؟ قدمت نصايح او نشره كده حول اهم الاغذيه والمشروبات اللي المفروض الست او الام المصريه تهتم ان هي تكون موجوده على مائده الافطار لاولادها. ايه بقى قالت فيها؟ قالوا ان طبعا لازم الاهتمام بشكل كبير جدا بوجبه الفطار، علشان هي اللي بتقدم الطاقه اللازمه للقيام بكل الانشطه المختلفه للاطفال، دي حاجه طبعا معروفه. فعشان كده لازم نركز ان الاطفال كلهم قبل ما يروحوا المدرسه لازم يفطروا، علشان ده بيخلي تركيزهم اعلى، بيخلي صحتهم اكثر احسن، بيخليهم اكثر اهتماما وتركيزا في الفصل. الوجبه دي لازم تكون فيها بروتين يا جماعه، البروتين مهم جدا، والكربوهيدرات برضو مهم، بس البروتين لازم نركز عليه. ده بيجي من ايه؟ يجي مثلا سهل جدا ان انت تعملي كوبايه كده صغيره او طبق صغير، واحنا صغيرين كنا بنعمل طبق بليله، البليله دي فيها الحبوب وفيها يعني القمح واللبن، فدي طبعا فيها كل حاجه. يعني بصوا وجبه بسيطه جدا جدا ممكن تقدم الاثنين، فيها البروتين وفيها الكربوهيدرات. كمان لو ساندوتش صغير جبنه القريش ممتازه ممتعه، يعني معاها مثلا طماطمايه معاها خيارايه، وجبه رائعه. ساندوتش برضو بيضه مسلوقه كده مع كوبايه لبن، حاجه لطيفه جدا، حاجات خفيفه جدا. برضو الناس اللي هي بتفطر بقى الفطار السريع اللي ما عندهمش وقت، اللي هو السيريال الحبوب الافطار دي ومعاها شويه لبن، برضو الحاجات دي مهمه جدا، هتدي احساس بالشبع، هتحسن كمان من عمل المخ والتركيز. وخلي بالكم البيض من الحاجات المهمه جدا على مائده الافطار لكل، سواء كان كبير قبل الصغير، علشان في ماده اسمها الكولين اللي بتساعد على تقويه المخ وتقويه الذاكره. عارفة كمان ايه المهم وناس كتير بتنسى تعمله في الشتاء بالذات؟ شرب المية. ناس كتير بما اننا خلاص الصيف يعني على وشك انه يودعنا الخريف ودخلة الشتاء، الناس بتنسى كتير ان هم يشربوا مية. فالوزارة كمان بتقول انه لازم نشرب كميات كافية من المية. ليه بقى؟ لانه هي بترطب الجسم، والمية بتعلي التركيز، بتمنع الاصابة بالصداع، الدوخة اللي بيبقوا في الغالب بسبب قلة المية لو مفيش اسباب صحية اخرى. يعني كمان لما تشرب مية مش ساقعة يعني قوي ولا سخنة، المية العادية الفترة المناسبة يعني بتصحي الإحساس، بتخليك كده عندك يقظة، وبتخليك تشعر بالانتعاش. كمان إلى جانب المية اللي هو شيء مهم طبعا، لازم تاكل وتشرب، أو الأطفال برضو رايحين المدرسة الصبح، الحاجات اللي بتحتوي على فيتامينات وعناصر غذائية صحية للمخ، بتساعد على زيادة نسبة التركيز. الفواكه اللي فيها فيتامين جيم، الجوافة، الموالح زي البرتقال، الفاكهة طبعا الشتوية الشهيرة، الليمون، العصائر الطبيعية اللي طبعا يفضل تبقى من غير سكر أو شوية سكر قليلين، دي كلها بتقلل من الإجهاد وبتزود الترطيب في الجسم. بيبقى مفيد كمان إنه ناكل حاجات بتحتوي على الحديد والزنك زي الكبدة، زي الأكل أو المأكولات البحرية بشكل عام، السبانخ، العسل الأسود، الخضروات الورقية، البروكلي، كل الحاجات دي بتساعد كمان على انه الجسم ما يصابش بالانيميا، اللي هتلاقي يعني جيل كامل مصاب بالانيميا بسبب ان احنا ما بناكلش الحاجات المفيدة دي. بتأدي عدم اكل يعني الحاجات المفيدة دي في وجبة الفطار تحديدا لضعف في التركيز، قلة التحصيل الدراسي، قلة التركيز. فلازم نركز ان اولادنا الصغيرين ياكلوا الحاجات دي. وخدوا بالكم ناس كتير بيبقوا مش متعودين يفطروا الصبح، او يقول لك ما ببقاش جعان اول ما بصحى. هو الموضوع تعود جسمك انك هتفطر الصبح، فجسمك هيقوم كل يوم الصبح في نفس الميعاد عايز ياكل، هتلاقي نفسك جعان. فهو الموضوع تعود، ولو نبتدي بحاجه بسيطه عشان نعود جسمنا انه احنا نفطر، فوجبه الفطار وجبه مهمه جدا.
ولازم يا اسماء نفطر عشان انت قلتي لي انا هفتن عليكي، انت قلتي لي انت ما بتفطريش فلازم بقى ايه تبتدي تفطري عشان لا وكمان معلقه العسل ان انت بتتكلمي دلوقتي معلقه العسل لا والعسل الاسود على وجه الخصوص ده اللي كنا بناخده بالغصب واحنا صغيرين، يعني ممكن ناخد بدائل كتير لكن لو ولادكم ما بيحبوش العسل الاسود على الصبح فمش هو فيه هو غني بالحديد بالتاكيد يعني، بس لو ما بيحبوهوش يعني عن خبره فبلاش نضغط عليهم ناخد معلقه العسل بضم صوتي يعني ممكن في بدائل كتير احنا قلنا لكم العديد من البدائل. يلا بقى سريعا نبتدي حلقتنا ان شاء الله تبقى حلقه جميله وتنول اعجابكم. صباح الخير، حلقه جديده و8 الصبح، ابدا يومك صح. كلمتين وبقى في جمهوريه مصر العربيه فينا يوم صبح صباح الصباح محلى والشمس جاية النهارده في 8 الصبح هنتعرف على حد الطقس والمرور وأسعار السلع في الفقرة الخدمية. أحدث وأهم الأخبار المحلية والدولية هنتناولها من كل الزوايا. أخبار محافظات مصر في أحسن ناس. نائب رئيس الجمهورية الأسبق محمود فوزي فأنا المصري. وقراءة تحليلية لأبرز عناوين الصحف المحلية الصادرة اليوم. وهنكمل رصد الخدمات اللي بتقدمها مبادرة ألف يوم ذهبية، وهنناقش أهمية الضمير في العمل وعلاقته بتقدم المجتمعات. هنعرف أكتر إزاي بيعبر الفن التشكيلي على المشاعر الإنسانية، وهنتابع إزاي بيتم إعداد الحلويات بخطوات بسيطة. اهلا بحضراتكم من جديد، تعالوا نتابع حاله الطقس. خلاص 4 ايام بالظبط ويبتدي فصل الخريف. يوم السبت اللي جاي هيكون اول ايام فصل الخريف بتقلباته الجويه المعتاده، وكمان انخفاضات درجات الحراره هتبتدي يمكن ابتداء من النهارده. كمان هيئه الارصاد الجويه بتتوقع انه الجو هيشهد انخفاض طفيف في درجات الحراره على شمال البلاد حتى شمال او حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، وهيكون الطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، لكن الحمد لله الجو هيكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. التوقعات كمان بتشير النهاردة هيكون في نشاط للرياح على بعض المناطق وشبورة مائية صباحا تقريبا من الساعة 4 للساعة 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد. أيضا في فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وعلى شمال الوجه البحري، وهيكون في سحب منخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وده هيساعد على تلطيف الأجواء. تفاصيل أكتر عن حالة الجو ودرجات الحرارة على كل المحافظات مع أسماء. اتفضلي يا أسماء. شكرا يا ايه. وطبعا زي ايه ما قالت خلاص احنا بنتكلم بقى ايام قليله جدا وهنودع خلاص شهر او يعني فصل الصيف وهنبتدي بقى في الخريف. والله العظيم يعني الناس يمكن تاخد الموضوع كده بطريقه شويه، لكن انا من الناس المحبه جدا للخريف والربيع اللي هو درجه الحراره بتبقى في اللطيف جدا، لا بتبقى برد جدا ولا بتبقى حر جدا، فخلينا نستمتع بدرجات الحراره. نشوف درجات الحراره النهارده العظمى والصغرى في كل محافظات مصر ايه، ونبتدي زي ما احنا متعودين دائما بالقاهره. القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر درجات حرارة، بصوا بقول لكم يعني بتبقى درجات حرارة رائعة، يعني بنتكلم العظمى، تخيلوا العظمى النهاردة 32 والصغرى 24، درجات متوسطة جميلة، خلينا نستمتع بالأيام دي قبل دخول الشتاء بالتأكيد. الإسكندرية والعلمين الجديدة 29 22 درجات حرارة رائعة يا جماعة، بجد استمتعوا الأيام
دي بدرجات الحرارة المتوسطة الجميلة، السلوم 29 20، دمياط 30 24 هي وبورسعيد، الإسماعيلية 33 23 هي والسويس. فدرجات حرارة لغاية دلوقتي متوسطات طبيعية وجميلة، وما فيش ارتفاعات في درجات حرارة قوي، لكن بالتأكيد دايما بنلاقي بعض الارتفاعات في شرم الشيخ والغردقة، خصوصا درجة الحرارة العظمى صباحا. يعني النهاردة شرم الشيخ بتسجل 38 درجة العظمى، الصغرى 27، الغردقة 37 26. لكن نرجع تاني المتوسطات اللطيفة، العريش 31 22، رفح 30 22، طابة 33 25. نروح لسانت كاترين، وسانت كاترين برضو لغايه دلوقتي ماشيين في المتوسطات اللطيفه، العظمى 30 والصغرى 15 درجه. نبتدي بقى نروح للصعيد، هيبقى طبعا في بعض الارتفاعات، لكن لغايه دلوقتي بنتكلم الفيوم البدايه لطيفه جدا 33 23 هي وبني سويف، المنيا 35 22، اسيوط 36 21. طبعا متوقع اللي احنا عارفينه، الاقصر واسوان هم اللي بيسجلوا اعلى ارتفاعات في درجات الحراره، الاقصر النهارده بتسجل 39 درجه العظمى، الصغرى 23، اسوان هي الاعلى على مستوى الجمهوريه 40 26 40، طبعا درجه حراره عاليه. شلاتين 36 26، حلايب 32 28، الوادي الجديد 38 20. شايفين المتوسطات زي ما قلت لحضراتكم اليومين دول لطيفة جدا جدا، لكن خلينا برضو نعرف بعض التفاصيل ونعرف في ارتفاعات في انخفاضات في درجات الحرارة ولا لا. معانا على التليفون الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور، أهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك أستاذة أسماء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بيك يا فندم. شايفين الحمد لله المتوسطات لطيفة جدا النهاردة، فطمنين على حالة الطقس، هل هيبقى برضو في هذه المتوسطات الطبيعية ولا هيبقى في تغير في انخفاض في درجات الحرارة في ارتفاعات؟ طمنين على حالة الطقس. بالفعل يمكن اعتبارا من اليوم هيكون في انخفاض في درجات الحرارة، هو انخفاض طفيف هيبدأ على المناطق الشمالية، يعني السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، يمكن كمان الأيام القادمة يشمل باقي مناطق الجمهورية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء. انخفاض درجات الحرارة ده هيكون فترات النهار وأيضا فترات الليل، لأن احنا بيأثر علينا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، المنخفض الجوي ده بيعمل على انخفاض درجات الحرارة، وكمان وجود السحب المنخفضة والمتوسطة اللي هتحجب جزء من أشعة الشمس وخاصة فترات الصباح، فبالتالي هتأدي لتطبيق الأجواء بشكل كبير. مصادر الكتل الهوائية كمان قادمة من على البحر المتوسط وجنوب أوروبا، كتل هوائية معتدلة تماما في درجات حرارتها، يعتبر درجات الحرارة حول المعدل أو أقل كمان من المعدل الطبيعي. زي ما قلنا العظمى على القاهرة الكبرى اليوم هتكون 32 درجة مئوية خلال فترة النهار، يمكن هي بس تحديدا في فترة الظهيرة خاصة مع هدوء سرعات الرياح أو شدة الإشعاع الشمسي بنحس فيها بالأجواء الحارة، لكن هتكون ألطف بكتير من الأيام الماضية. أجواء حارة على المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد ده فترة النهار، هنيجي مع غياب أشعة الشمس ودخولنا فترات الليل هنلاقي مزيد من التحسن والانخفاض في درجات الحرارة. ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر هنبدأ نحس فيها بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة وانخفاض في نسب الرطوبة، انخفاض نسب الرطوبة كمان هيخلينا نحس بمزيد من الانخفاضات في درجات الحرارة. طب انخفاض نسب الرطوبة يعني احنا بنتكلم ما فيش شبورة اليومين الجايين؟ في شبورة لكن مش قوية بشكل كبير، يعني في شبورة مائية وممكن تؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية وخاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس لأنها شبورة مائية مش كثيفة بشكل الكبير، يعني تقريبا 7-8 صباحا الشبورة المائية بتختفي، الرؤية الأفقية بتتحسن تماما على أغلب الطرق. كمان عندنا اليوم فرص للأمطار، الأمطار هتبقى موجودة معنا اليوم، هي أمطار خفيفة جدا على بعض الأماكن من السواحل الشمالية للبلاد، المحافظات المطلة على البحر المتوسط مرورا بمطروح، الأسكندرية، بعض المناطق من شمال الوجه البحري، بحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، لكن كلها فرص خفيفة. أمطار خفيفة هتساعد على مزيد في حركة رياح في أتربة؟ هو مفيش أي أتربة ورمال مصارة، في فقط نشاط نسبي للرياح هيساعد بشكل كبير على تحسن الأحوال الجوية، يمكن الحمد لله الأحوال مستقرة بشكل كبير وفيها انخفاض، وده متوقع كمان يكمل معانا لمنتصف الأسبوع القادم، يعني دي حاجة عظيمة جدا جدا.
الحمد لله. شكرا. الحمد لله مكملين في الاستقرار. شكرا لحضرتك الدكتوره منار غانم، عضو المكتب الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. زي ما قلت لكم اليومين دول استمتعوا بالطقس، الطقس الحمد لله الحمد لله لطيف جدا. خلينا بقى نروح للمرور، ويا رب النهارده ان شاء الله يبقى المرور نفس موضوع الطقس كده، يبقى ما فيش اي نوع من الازدحامات زي ما احنا متعودين من خلال جوجل ماب. وخلينا نبتدي الجوله الصباحيه بتاعتنا، وطبعا احنا في الذروه الصباحيه، فالوقت ده المفروض بيبقى فيه بيشهد بعض الازدحامات. ماشيين في صلاح سالم زي ما احنا شايفين لغايه دلوقتي ما فيش ازدحامات ظهرت قوي. طبعا المنطقه اللي هي اسفل مطلع كوبري اكتوبر دايما بيبقى فيها بعض التكدسات، لكنها خفيفه الى حد بعيد متقطعه. نطلع كوبري اكتوبر برضو لغايه دلوقتي ما ظهرش الى حد ما، لكن بدانا نشهد بعض الكثافات. اعلى اكتوبر واسفل اكتوبر، رمسيس النهارده هو المزدحم اكتر من كوبري اكتوبر. طبعا منطقه غمره في الاتجاهين الحقيقه في ازدحامات، بدانا نشهد برضو مناطق فيها ازدحامات عاليه اعلى اكتوبر، لكن بعد ما بنعدي وسط المدينه بتبقى الحال افضل كثيرا. بنوصل لكورنيش ماسبير، والنهارده كل الكورنيش الحقيقه في ازدحامات عاليه جدا، شايفين اللون الاحمر في الاتجاهين. وبعد كده طلعنا مايو لغايه دلوقتي الحركه لطيفه، طبعا دي منطقه التحويلات المروريه برضو الحركه فيها لطيفه مفيش مشكله. مستمرين مع مايو، بدأنا تظهر بدري النهارده الازدحامات اللي هي بتبقى اعلى الدائري وميدان لبنان. ده طبعا المنطقه دي عارفين دائما اللون الاحمر هو اللي غالب عليها في هذا التوقيت الذروه الصباحيه، لكن بعد كده واضح ان المحور بيبقى افضل حالا لان في الاتجاهين بدأنا نشوف اللون الاخضر. النهارده الازدحام عادي، ما نقدرش نقول ان هو يوم مزدحم قوي، ما نقدرش ان هو نقول يوم يعني ما فيش ازدحامات، لا متوسط يعني. فطبعا بنقول لحضراتكم ننزل بدري شويه أأمن ان احنا ناخد رحله مروريه سليمه وامنه، وفي نفس الوقت ما نبقاش بقى اعصابنا مشدوده وكده. ربنا يوصل حضراتكم بالسلامه. خلينا نروح سريعا نطمن على اسعار الخضروات والفاكهه ونتعرف على مواقيت الصلاه ونرجع لحضراتكم على طول. زي ما قلنا لحضراتكم دايما هيكون معانا مجموعه من التقارير، عندنا مشروعات كبيره جدا جدا متنوعه في كل المجالات ممكن نكون ما عندناش فكره عنها قوي. هنقدم لحضراتكم دايما مجموعه من المشروعات اللي بتاثر بشكل كبير جدا جدا على حياتنا سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر. مشروعنا النهارده اللي هنتكلم عنه من خلال تقرير معلوماتي مشروع مهم جدا جدا في ميناء الاسكندريه، وهو محطه تحيا مصر، محطه متعدده الاغراض تمت من خلال خطه تطوير المواني المصرية علشان مصر تصبح مركز استراتيجي ومركز لوجستي للتجارة العالمية. الحقيقة المشروع ده من أهم المشروعات اللي لازم نركز عليها ولازم نعرفها، لأنه بيوفر من 2000 ل 1500 فرصة عمل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. كمان الرصيف بتاعه ممكن يستقبل في نفس الوقت من 6 لـ 7 سفن فيها كمية كبيرة جدا جدا من الشحنات ويتم تفريخها آليا. خلينا نتعرف بشكل سريع وبشكل موجز عن هذا المشروع الهام من خلال هذا التقرير، ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات 8 الصبح.
نهارك سعيد فارد على الكون جناحة وبتبتسم من بعيد وكل نورك أماني صحى الوجود بالأماني يا صبح يسعد صباحا يجعل نهارك سعيد. أهلا بحضراتكم من جديد، تعالوا نتابع آخر وأهم الأخبار والمستجدات، والبداية من توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتنفيذا لتوجيهاته بتقديم كل سبل الدعم للأشقاء السودانيين، وصلت لميناء بور سودان في دولة السودان سفينة إمداد مصرية تابعة للقوات البحرية المصرية من ميناء سفاجة بقاعدة البحر الأحمر البحرية، محمل عليها مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجامعة الدول العربية وجمعية الهلال الأحمر المصري والسفارة السودانية بمصر، وده لدفعها للمناطق الأكثر احتياجا في دولة السودان الشقيقة. من جانبهم أعربوا المسؤولين عن تقديرهم الكامل للجهود اللي بتبذلها الدولة المصرية حكومة وشعبا للتغلب على كل الشدائد اللي بيواجهها الشعب السوداني الشقيق، وده طبعا بيأتي انطلاقا من الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن ليهم في مختلف المحن والأزمات. طبعا ده مش جديد على مصر، مصر دائما ما بتقف بجانب أشقائها في كل المحن والأزمات ولا تبخل أبدا رغم الظروف اللي بتمر بيها مصر على مر التاريخ. دايما مصر موجودة، دايما مصر من أوائل الدول اللي بتقدم المساعدات مش بس للسودان، وإن كان السودان كمان على مدار كل المحن اللي مرت بيها، سواء أزمة كورونا، سواء وقت فيضانات، سواء في الصراع السياسي، طول الوقت مصر واقفة جنب السودان. لكن دول العالم المختلفة بداية من أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، ودول أخرى زي ليبيا في الإعصار القاسي مؤخرا، وطبعا المغرب في الزلزال، ومن قبلهم كان سوريا وتركيا أيضا لما ضربهم الزلزال المدمر، وكثير من الدول وقت أزمة كورونا مصر دايما موجودة، مصر دايما الشقيقة الكبرى، وربنا يديم دايما عز مصر. يا رب أمين. ونروح بقى سريعا للنقابات والأحزاب السياسية التي طالبت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية. أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بيان لمناشدة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية أخرى، وجاء البيان في إطار الدور الهام والحيوي الذي يقوم به الاتحاد العام للنقابات لعمال مصر الممثل الشرعي لجميع فئات العمال بجمهوريتنا الجديدة. يتقدم الاتحاد العام ويعلن لجميع فئات الشعب المصري الكريم مناشدته للسيد الرئيس للترشح لفترة رئاسية أخرى. أصدرت كمان النقابة العامة للكيماويات بيان أكدت من خلاله دعمها لترشح السيد الرئيس لفترة رئاسية ثانية، وجاء البيان من أجل مصلحة الوطن الغالي ودعم الاستقرار الذي يعد الركيزة الأساسية لكل نمو وتقدم واستمرار للمشروعات القومية والاستراتيجية على أرض مصر والتي أنجزت في وقت قياسي، ولدعم ريادة مصر على كل الأصعدة. نناشد نحن النقابة العامة للكيماويات السيد الرئيس بالترشح لفترة رئاسية جديدة. كمان أصدرت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب بيان بتدعم فيه السيد الرئيس للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وجاء في البيان أن النقابة العامة ولجانها النقابية على مستوى الجمهورية تناشد السيد الرئيس بالترشح لاستكمال مسيرة التنمية والبناء ومواصلة الإنجازات التي تحققت في كل ربوع مصر. كمان أعلن حزب الشعب الديمقراطي وكل قياداته وأعضاؤه على مستوى الجمهورية تأييدهم الكامل السيد الرئيس في خوض الانتخابات الرئاسية القادمة استكمالا لمسيرة البناء والتنمية المستدامة، وده طبعا من أجل صالح الشعب المصري العظيم ومستقبل الأجيال القادمة وحماية لمقدرات الوطن وحفاظا على المكتسبات التي تحققت على يد سيادته.
كمان المستشار حسن أبو العطا رئيس حزب المصريين عضو المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية أعلن عن دعم الأعضاء لحزب المصريين بالإجماع لترشح السيد الرئيس لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة لاستكمال خطط بناء مصر والعبور بها إلى الجمهورية الجديدة. كمان أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعات بمجلس الشيوخ أن الحزب وبإجماع قياداته وأعضاؤه بيدعم ترشح السيد الرئيس لانتخابات رئاسية جديدة، وكمان استكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على استقرار مصر أمنيا والحفاظ عليها على مستوى الإقليمي والدولي. تعالوا نروح بقى نتكلم عن المؤتمر أو مهرجان سماع الدولي للقاهرة. ده مهرجان للإنشاد وللموسيقى الروحية في دورته الستاشر، هيشارك فيه حوالي 30 فرقة. هيكون بداية من يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله 22 سبتمبر لحد يوم 28. تفاصيل هذا المهرجان تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي حضره زميلنا حسام الدين رضا ونقل لنا كافة التفاصيل المتعلقة بالمهرجان، مهرجان سماع الدولي في القاهرة. هنتابع مع حضراتكم ما جرى وما تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي ونرجع مرة تانية. أطلق المجلس الأعلى للثقافة مؤتمرا صحفيا عن مهرجان سماع الدولي في دورته الستاشر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، واللي هيبدأ يوم 22 من الشهر الحالي حتى يوم 28. الحقيقة كل سنة الحمد لله رب العالمين بنقدم يعني إيه إضافات، رغم السنة دي الحقيقة وأنا بعتبرها دورة استثنائية. هنشتغل يعني بنص الميزانية، وأصرينا والوزيرة أصرت الحقيقة إن إحنا نؤكد على مكانة هذا المهرجان، لأن الحقيقة دول كتير جدا طلبت المشاركة في الدورة الستاشر للاحتفال بستاشر سنة وستاشر عام من الإبداع والتألق. من ضمن الدول المشاركة عندنا البوسنة والكونغو برازافيل، ده من أهم الفرق على مستوى العالم خلي بالك، عندنا جيبوتي، عندنا الجزائر، اليونان، رومانيا، جنوب السودان، اندونيسيا، تترستان، ثقافة مختلفة تماما، عندنا اليمن، عندنا قبرص، عندنا باكستان. أماكن العروض السنة دي مسرح السور الشمالي بالقاهرة التاريخية، وبيت السيناريو بالسيدة زينب التابع لمكتبة الإسكندرية، وأيضا مركز إبداع قبة الغوري بالحسين التابع لصندوق التنمية الثقافية. هنعرض فيه 3 أيام في الفعاليات 24 و25 و26، لكن بقية الأماكن من يوم 23 ل 26 فعاليات، والافتتاح 22 في السور الشمالي والختام 28 في السور الشمالي. احنا بنعمل احتفالية دولية مهمة جدا بمناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ودي اعتقد هتبقى يعني احتفالية لها طابع خاص، لان كل الدول المشاركة هتشارك باختلاف الثقافات واللهجات في هذه الاحتفالية المباركة. احنا بنعمل ملتقى الأديان أيضا في ختام مهرجان سماع اللي هو هيكون يوم 28، كنا دايما بنعمله في مجمع الأديان في مصر القديمة، لكن السنة دي نظرا ان احنا بنقلص شوية الأماكن فهيتعمل في السور الشمالي احتفالية ملتقى الأديان. أحب حضراتكم مرة تانية قراءه سريعه لأهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم. معنا للتعليق عليها الأستاذ أحمد عامر مدير تحرير جريدة الأهرام. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. الحمد لله على السلامة. أهلا الله يسلمك، أهلا بحضرتك. ونبدأ من الأهرام وصفحة 1 منشط الرئيسي: تنشيط التعاون الاستثماري مع الإمارات، السيسي وبن زايد يبحثان سبل تعزيز التضامن العربي وتسوية أزمات المنطقة.
بالتأكيد هذه الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات ما بين مصر والإمارات، بيربط بين الدولتين زي ما بنقول كده علاقات تعاون في شتى المجالات وأخوة وتنسيق دائما مشترك في شتى القضايا الإقليمية والدولية. خلينا نتكلم على أهمية هذه الزيارة. بالتأكيد أولا علاقات بين مصر والإمارات علاقات عميقة الجذور طبعا، وبعدين تتميز بالفهم والوعي الحقيقي اللي ومشترك، الفهم المشترك للمتغيرات الدولية والإقليمية اللي بتحصل، إنها تطورات سريعة ومتلاحقة، فبالتالي التشاور والتنسيق بيبقى على أعلى مستوى ودائم. فالمسألة التشاور الدائم المشترك لفهم اللي بيحصل في المنطقة. العلاقات المصرية الإماراتية طبعا قلنا عميقة الجذور لأنها مصر أول دولة دعمت اتحاد الإمارات العربية المتحدة في سنة 71، فالإمارات كمان عندها يقين أن مصر قلب العروبة النابض، أن مصر هي ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة، أنه ما فيش شرق أوسط مستقر بدون استقرار مصر. ومصر طبعا عندها وعي وعندها أساس في العلاقة أن الإمارات أهم داعم عربي لجمهورية مصر العربية، وان الامارات بمثابه السد المنيع الحقيقه وهمزه الوصل ما بين كل الدول العربيه وكل القاده العرب. فبالتالي العلاقات المصريه الاماراتيه هي ركيزه استقرار وامن المنطقه، منطقه الشرق الاوسط بالكامل. التشاور دائم في العلاقات في كل الملفات، ملفات الارهاب، ملفات حتى الحوار ما بين الثقافات، حتى الحوار ما بين الدول، المبادئ الاساسيه لمشاكل الدول اللي هي قائمة على الحوار، وأن الحلول السياسية لها الأولوية، وبالتالي في فهم ووعي مشترك لكل الملفات، التشاور دائم. العلاقة ما بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد كمان علاقة مميزة على المستوى الشخصي، فبالتالي أنه العلاقات لما بتتميز ما بين القادة بيبقى ليها انطباع بتنطلع على العلاقات نفسها ما بين الدول، فتبقى العلاقات حميمية، العلاقات مشتركة، الملفات الاقتصادية ملفات مهمة، بينصهر الملف الاقتصادي مع الملف السياسي، فتبقى العلاقات حقيقي علاقات بمثابة الأخوة، بمثابة أنه دي علاقة ما بين الأشقاء، وفيها تميز كبير الحقيقة ما بين مصر والإمارات. في الأهرام أحزاب سياسية ونقابات عملية تناشد السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة لانحيازه للفقراء ومحدودي الدخل ولاستكمال خطط بناء مصر. العديد من الأحزاب زي حزب المصريين، حزب الشعب الديمقراطي، وأيضا النقابات زي النقابة العامة للكيماويات، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب. كل هذه الأحزاب السياسية والنقابات أعلنت دعمها ويعني رأيها في أنه الرئيس السيسي يترشح لفترة رئاسية جديدة. ما أنجزه السيد الرئيس على مدار 10-11 سنة فاتوا منذ تولي الرئاسة بيشيد بجميع الأحزاب في مصر، وتحديدا الانحياز للفقراء ومحدودي الدخل والحماية الاجتماعية في مصر كان من الملفات الهامة جدا، خاصة في ظل ظروف صعبة مرت بها مصر نتيجة لظروف عالمية. صحيح. على مدار 9 سنوات هي فترة حكم الرئيس السيسي من 2014، ما حدث في مصر من إنجازات على في كل الملفات وفي كل المجالات لم يحدث في تاريخ مصر. دي مسألة ما لهاش علاقة بالانحياز، دي مسألة لها علاقة بالواقع. الواقع بيقول كده، انه الملفات مصر في 2014 كانت دولة، للأسف كانت دولة منهارة، وكانت دولة بتعاني مشاكل أساسية وهيكلية في الاقتصاد، بتعاني مشاكل هيكلية في البنية الأساسية، بتعاني مشاكل هيكلية في ملفات كتير جدا حتى على مستوى السياسة الخارجية. مصر كان عندها مشكلة حقيقية في 2014. فلما النهاردة نتكلم على الإنجازات، فدي مسألة كل الناس شايفها سواء داخل مصر أو خارج مصر، فما لهاش علاقة بأنها إن أنا منحاز للرئيس السيسي ولا مش منحاز للرئيس السيسي، ليها علاقة بأن إنجازات حصلت في ملفات مهمة جدا كنا بنعاني منها معاناة شديدة. البنية الأساسية مش ممكن يبقى فيه استثمار ولا اقتصاد في مصر بدون بنية أساسية. بنية أساسية يعني كهرباء، يعني مياه، يعني طرق، يعني ملفات في النقل، يعني ملفات الطاقة، يعني مدن جديدة، يعني إسكان اجتماعي. طبعا احنا هنتكلم في حزمة الحماية الاجتماعية بعد في الموضوع اللي جاي، لكن احنا بنتكلم على المناشدة، ايه أساس المناشدة.
لما يبقى في احزاب زي مستقبل الوطن وزي حماة الوطن وزي مثلا الشعب الجمهوري، لما بيبقى بينظم يعني زي ورش عمل، بينظم مؤتمرات لدعم الرئيس السيسي، فدي حقيقة لانه الاستمرار الاستقرار في مصر دي مسألة مهمة للغاية، انه استكمال الانجازات مسألة مهمة للغاية، لانه المسألة مصير الدول مش مسألة سهلة، احنا شعب 105 مليون، فالمسألة الحقيقة مسألة مش سهلة، فبالتالي استمرار الرئيس السيسي ده معناه استمرار الاستقرار في مصر، معناه استمرار التنمية، استمرار البناء، استمرار الاستقرار، ودي مسألة مهمة للغاية. طيب نروح بقى للوطن، ولسه حضرتك كنت بتتكلم على القرارات، يعني رسائل المصريين للسيد الرئيس شكرا يا سيسي، ده ملف، وطبعا بشكر كل زملائي في الوطن على هذا الملف لان بيشمل رسائل من جميع انحاء الجمهوريه الحقيقه، فبشكرهم على هذا المجهود. على صفحتين، صفحه 2 و3، بني سويف طبعا البدايه من حيث سدس الامراء، القريه اللي زارها السيد الرئيس، عندنا رئيس بيعمل لصالح الوطن والمواطن، اسيوط القرارات الاخيره تخفف الاعباء عن ابناء المحافظه الاسماعيليه، الرئيس عمل كل حاجه حلوه واحنا معاه لاستكمال الانجازات، كفر الشيخ الرئيس خلق فرص عمل للشباب، قدم هدايا ثمينه للصيادين، يعني كل انحاء المعموره ترسل رسائل الشكر والتقدير للسيد الرئيس الانسان اللي دائما ينحاز للمواطن المصري. دي تاني حزمه حمايه اجتماعيه خلال عام. يعني في شهر 4 اللي فات كان في المنيا حزمه حمايه اجتماعيه كبيره. نفس المستوى المره دي من سدس الامراء في بني سويف حزمه اجراءات حمائيه جديد. المساله تتعلق باحساس الرئيس بالمعاناه اللي فيها المواطن، معاناه التضخم، الاسعار، والرئيس قال انه اصوات المصريين تصل الى مسامعه، فدي حقيقه ان مساله لها علاقه بحمايه الطبقات الهشه في المجتمع، حمايه الطبقه الوسطى اللي هي العمود الفقري للمجتمع المصري، حماية كافة الطبقات، لأنه النهاردة اتكلم على الفلاح، اتكلم على الموظفين، اتكلم على المعاشات، ودي الطبقات الأساسية في المجتمع المصري. فلما تتكلمي على أنه إجراءات حماية اجتماعية تتكلف حوالي 60 مليار جنيه على الموازنة العامة للدولة، وهتدخل مجلس النواب أول ما يرجع في شهر 10 عشان إقرارها لتنفيذها في شهر 10، فدي مسألة مش سهلة. تتكلم في 4.5 مليون مواطن، 4.5 مليون مواطن، لا ده هيستفيدوا بس من زياده العلاوه الغلاء، ده تكافل وكرامه، بتتكلم على حوالي 5 مليون مواطن، بتتكلم على اصحاب المعاشات، بتتكلم على التيسيرات بتاعت الفلاحين، ودي مساله مهمه للغايه طبعا. المزارعين المتعثرين مع بنوك التنميه، دي مساله مهمه، لان مساله الفوائد مساله صعبه، فبالتالي انها شملت كل فئات المجتمع المصري من الفلاحين، وده يعني عصب اساسي للاقتصاد المصري، الموظفين، المعاشات، فحمى كل الطبقات بحزمة إجراءات حماية اجتماعية من الموازنة للدعم للدولة، دي مسألة مهمة. الختام ملف خاص في الوطن، كابيتانو مصر موهبتك في الحفظ والصون المتحدة تصنع الحدث، خلق جيل جديد من الموهوبين كرويا وشفافية وفرص متساوية في كل الملاعب. كابيتانو مصر يعني كمان بيقدم فرص حقيقية لاكتشاف المواهب ولوضعهم على بداية الطريق، مشروع صناعة النجوم في مصر يعني تم كمان اختيار الأفضل في الموسم الأول، وخاضوا فترة معايشة داخل مجموعة من كبار أندية الكرة الإسبانية. وحضرتك بتتابع كابيتانو مصر في المواسم المختلفة ليه، تشوف إلى أي مدى بيتيح الفرصة المتساوية بعيدا عن الواسطة والمحسوبية لاكتشاف مواهب حقيقية تعالج القصور اللي بيعاني أو بتعاني منه الكرة المصرية في كتير من الملفات؟ بالتأكيد احنا كنا على مدار سنوات ماضية بنطالب انه يرجع الكشاف تاني، يروح مراكز الشباب والقرى والنجوع والأقاليم والمحافظات. كابيتانو مصر ده كشاف بس بشكل متطور، انه بيكتشف الأول اكتشاف الموهوبين، بعدين رعايتهم في كل المجالات، وبعدين بتقدم لمصر بدال اللاعب ألف، أو بتقدم بدال اللاعب الموهوب ألف، فالمفروض أنه ده مسألة، ده هدف قومي، لأنه الرياضة في مصر للأسف في الفترة الأخيرة كانت بتعاني من مشاكل، ومشاكل مهمة وأساسية، فلما تتدخل الدولة من خلال الشركة المتحدة، أو الشركة المتحدة تتبنى رعاية الموهوبين الرياضيين، طبعا دي مسألة في غاية الأهمية، لأنه
فرص متساوية زي ما حضرتك قلتي، انه الرعاية متساوية، ما فيش فيها واسطة. الموهوب بمجرد انه ده خلاص ان اللجنة بتقر ان ده موهوب، خلاص بيبقى رعاية كاملة. فدي انا شايف انه ده من اهم المبادرات في الرياضة المصرية على الاطلاق. مسألة مهمة والرعاية مهمة، لانه ده كنا مفتقدينه على مدار سنوات. وده هيكتشف لنا 100 محمد صلاح، احنا 100 مليون بالتاكيد عندنا يعني نماذج ممكن تبقى زي محمد صلاح كتير، بس محتاجين الفرصه. المواهب الحقيقيه في الرياضه في كره القدم بالذات في الاقاليم وفي القرى وفي النجوع. النجوع بعيدا عن النوادي الكبيره، طبعاً. احترامي طبعا لكل النوادي. انت عارف افضل كمان ما في المبادره ان في كل محافظه محددين الاستاد اللي هو بيبقى فيه الاختبارات. فبالتالي دي مسألة مهمة بقت واضحة لكل الناس، ان محافظة سوهاج فيها كذا، محافظة أسوان فيها كذا، القليوبية فيها كذا. فدي مسألة مهمة للغاية، والفرص المتساوية مهمة جدا جدا جدا، لأن الموهبة ما فيهاش الحقيقة غير انه يبقى في فرصة متساوية. وبالتأكيد كل شكر ضيفنا الكريم الأستاذ أحمد عامر مدير تحرير جريدة الأهرام، شرفتنا وقفتنا فيه. شكرا. نروح سريعا نطمن على أخبار أهالينا في محافظات مصر المختلفة وتقرير أحسن ناس. أدينا بندردش ورانا إيه ورانا إيه، بنحكي ونفرفش ورانا إيه ورانا إيه. مبادرات صحية رئاسية مختلفة بتنطلق لصحة المواطن المصري، مختلف الفئات المصرية، الأسرة المصرية بشكل عام، الأم المصرية، الأطفال في سن المدرسة، والسيدة الحامل، والاهتمام بصحة الأم والجنين. السيد رئيس الجمهورية أطلق مبادرة أهدافها أو أهداف المبادرة دي هي تعريف الأسرة بالخطوات السليمة في التعامل مع الطفل من أول يوم في الحمل ولحد ما يتم سنتين من عمره. الرحلة دي مدتها تقريبا 1000 يوم، عشان كده المبادرة اسمها 1000 يوم ذهبية. المبادرة دي بتتكلم عن الفترة الأهم في عمر الطفل، وإزاي بيتم الاهتمام والرعاية من أول يوم في الحمل لحد ما بيتم سنتين. طبعا يعني كنا تكلمنا عن هذه المبادرة فور إطلاقها بشكل رسمي اللي كان تقريبا من حوالي شهر، كان 22 أغسطس، ولكن نظرا لأهمية هذه المبادرة حبينا نخصص كل أسبوع فقرة كده هنتكلم عن تفاصيل أكتر في المبادرة دي، إزاي الأم المصرية تستفيد بيها، إزاي يعني ترتفع درجة الوعي عندها من أول يوم حمل لحد الولادة وبعدين
مرحلة الرضاعة الطبيعية ورعاية الطفل لحد ما بيتم سنتين من عمره. تفاصيل كتير هنتكلم عنها النهاردة مع ضيفتنا الكريمة اللي مشرفانا في الاستوديو، الدكتورة عبلة الألفي المشرف العام على المبادرة الرئاسية ألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية. صباح الخير يا دكتورة عبلة. أهلا بيكي. أهلا يا فندم. صباح الخير. أهلا بحضرتك. ويمكن كنا بنتكلم في الفاصل ونضحك، بس هو فعلا على أرض الواقع للأسف كده، إن في أمهات كتير شايفة الألف يوم دول ما كانش لها دعوة أصلا، هو الجنين بياكل وبيشرب. صحيح. وبينام. صحيح. لكن كلمة التربية في الألف يوم دول ما كانتش موجودة أصلا. ده حقيقي. خلينا بقى نتكلم يعني إيه التربية الإيجابية في الألف يوم دول، يعني إيه تربية إيجابية للجنين أصلا. صحيح. طب خلينا نبتدي الأول ونقول إن التربية هتبتدي بشكل غير مباشر من قبل ما الكابل يفكروا، من أول ما يفكروا إنهم يختاروا بعض. كمان. أيوة. الدين والعلم الاثنين أثبتوا إن ده حق الطفل في إن الزوج والزوجة يختاروا بعضهم بشكل حقيقي. جاي. ومربوط بقواعد علشان يبنوا أسرة سليمة ومستقرة، لأن ده حق الطفل، لأنه لما يفكروا يخلفوا طفل في مجتمع مستقر. وده هنسيبها لحلقة الواحدة اللي هي ما قبل الزواج. طيب نبتدي بقى نقول الأم هتبتدي تحمل وهتربي بنتها أو ابنها إزاي وهو جوه الرحم. فترة الرحم دي اللي هي 9 شهور 270 يوم مسؤولين عن 30% 30% 30% من قدرات الإنسان الجسمانية والإنفعالية والشخصية والذهنية. يا نهار أبيض. يعني أنا بكون الشخصية من أول يوم البيبي حملت فيه. إزاي بقى؟ لا معلش. إزاي بقى؟ إحنا بنقول أول حاجة أول 3 شهور دول طبعًا اللي هي قبل بس الروح دولت مجرد تكوين. بعد في بداية الرابع يبتدي أول حاسة للطفل تتكون هي حاسة السمع. ربنا حتى في القرآن حط السمع قبل الإبصار دايما، وهي دي فعلا أول حاسة بيبتدي الطفل يحس بيها. طيب الأم مفروض الأم والأب والإخوات مفروض يستغلوا الحاسة دي إزاي؟ مفروض الأم تبتدي 5 لـ7 مرات كل يوم تكلم ابنها وهو جوه بطنها. تكلمه إزاي؟ تكلمه في إنها تعرفه وتسميله الأشياء، يعني ده الطبق، أخوك، ده بابا، وهي حتى إيدها على بطنها، لأن اللمس بيعمل الاستقرار النفسي للطفل. الأمهات كتير من الأمهات بتعمل ده بالفطرة. بالفطرة. والزوج بيفتكرها مجنونة يعني وبيسيبها تتصرف. لكن إزاي ده بيكون له تأثير فيما بعد على شخصية الطفل؟ أولاً إحنا شخصيتنا بتتكون من إيه؟ من حصيلة إنفعالية وحصيلة مجتمعية وحصيلة لغوية ونمو ذهني. كل ده بيتكون اصلا جوه رحم الام. بيبتدي الام تبتدي تتعامل مع الكلام، فتبتدي تربط له هو وهو جوه الاشياء بالكلام. بيبتدي هو من 4 لـ6 شهور بيسمع. السمع ده بيطمنه بصوت الام. صوت الام ده اول حاجه بيسمعها، وبتبقى هي دي مصدر الامان والاستقرار النفسي بتاعه. يبتدي يسمع صوت الأحشاء. يبتدي الصوت ده، لأن صوت الأحشاء صوته مونوتونس كده، فيبتدي ده يرتبط معاه بالهدوء النفسي. حتى الأم لما بتيجي ما يتولد بقى وعايزة تنيمه أوه، ده بيفكره بالصوت اللي كان بيسمعه جوه وهو جوه وبيستقر بيه نفسيا. نيجي من 6 لـ7 شهور يبتدي يختزن الكلمات ويبقى لها معاني. وعشان كده لقوا الأطفال اللي أمهاتهم كانت بتعمل معاهم كده وهم عند سن 2 سنين قدراتهم الذهنية وحصلتهم اللغوية 3 أضعاف الأطفال اللي أمهم كانت حاملاهم وهم جوه الرحم. ده بيسبب ده بيبقى يمكن السبب في الفروق الفردية اللي بنشوفها فيما بعد في الأطفال. بس أنا عايز أسأل حضرتك عن نقطة قبل بقى سلوك الأم مع الطفل أو الجنين وهو لسه في الرحم. بعض الأمهات خاصة لو ده مش الحمل الأول ليها ممكن تبتدي تهمل المتابعة الصحية عند الطبيب على اعتبار ان هي كان عندها تجارب سابقه في الحمل، فخلاص هي بقت عندها خبره في الموضوع، فما بتبقاش مهتمه ان هي تتابع الحمل باستمرار كل شهر ما دام الوضع ظاهريا مستقر. طبعا ده السلوك مش مقبول تماما. ليه؟ لان احنا مش مطمنين اصلا انها كانت المتابعه الاولانيه كانت ماكسيمم، يعني كانت بتعمل كل حاجه صح. فالمهم العلم بيتطور وكل يوم في حاجه جديده. تاني حاجه ان هي صحتها مش ثابته،
يعني اللي هي كانت فيه في اول حمل ممكن يختلف تماما على وضعها في تاني حمل، وجنينها حتى العوامل البيئيه والعوامل الصحيه اللي هو متعرض ليها في اول حمل غير التاني، وبالتالي كل حمل ده شيء مستقل بنفسه، وحق الطفل في كل طفل في كل حمل له حق عليها انها تتابع. لكن احنا يمكن المتابعه كل الناس اتبنى عندهم الفكر انه المتابعه مهمه ووزاره الصحه شغاله على الناحيه الصحيه من زمان قوي والدكاتره وكده، لكن احنا الحقيقه عايزين الناس تعرف ان ولادنا علشان يبقوا فعلا اسوياء صحيا ونفسيا ولازم ويبعدوا عن الادمان ويبعدوا عن الارهاب لازم نربيهم من جوه البطن، لازم ما نحرمهمش من 30% اللي هم تكونوا جوه. والحقيقه الكلام موجه للام وللاب، لان الاب لو الزوجه مرتاحه نفسيا اثناء الحمل ده في حد ذاته بيؤدي الى استقرار ذهني للطفل، لانه انا لما ببقى زعلانه ايه اللي بيحصل؟ لما بزعل بتطلع في دمي مواد كيماويه كتيره جدا تعكر المزاج، المواد الكيماويه دي مش بتروح لي لوحدي، دي بتعدي عن طريق الدم للطفل، وبالتالي الطفل بيتوتر. يعني معنى كده يا دكتور ان الاحداث اللي بتمر بيها الام سواء اما كانت سواء كانت مثلا في خلافات مع الاب او ضغوطات نفسيه في الشغل او سواء اما كانت بتؤثر على الجنين بشده، مش بس تجاه ان هو نفسيا يبقى مضطرب، ده هو هيربط الشعور الاضطرابي ده بالشخص اللي سببه، هيعرف يعمل. أيوة. ده جدا جدا هو بيحصل له ايه؟ ارتباط نفسي بالصوت والسلوك بتاع الام. الام دلوقتي انا جيت اتنرفزت فاتنرفزت، هو سمع، هو بيعرف بيسمع الضوضاء اللي بره كلها من 7 شهور، يعني الاول بيسمع صوت امه بيسمع نبضات قلبها من 4 ل6 شهور، من 7 بيبتدي يسمع الضوضاء اللي بره كمان. يعني لو هي في خناقه مع الاب والكلام هيجمع ما بين الاثنين، هيربط الصوت ده هو اللي عمل هذا الاضطراب النفسي. وبالتالي أنا بربي علاقات الأسرية من جوه الرحم. وعشان كده دي نصيحة للأزواج إنه فعلا من فضلكم حتى لو كان في عندنا أي مشاكل فترة الحمل دي لها خصوصية شديدة، لأن في جوه بني آدم لحقوق، مش بس الزوجة، في 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 طفل بيتكون، في مخ بيتكون، في مشاعر بتتكون. طب قولي لي يا دكتور ازاي في بعض الاضطرابات زي مثلا التوحد او فرط الحركه اللي بيصيب الاطفال ازاي بيبقى سببه الالف يوم اللي هم بدايه عمر وتكوين الطفل؟ عشان نفس الحكايه، انا بربي سلوك الطفل بره وجوه. اللي جوه احنا مهتمين بيه في هذه الفقره، لكن بره مهم جدا، انا بخليه يتفرج على التلفزيون قد ايه، انا بكلمه قد ايه، بعمل له تواصل ما بينه وما بيني قد ايه، انا بتعامل معاه لما يغلط ازاي، انا بنبهه وبنزل لمستواه وافهمه ولا بزجره وبشتمه وبضربه، وبالتالي بربي الطفل العنيف، الطفل اللي رافض. طب معلش انا هسال نفس السؤال بتاع ايه بس في شكل تاني، هل ممكن اصلا ان الاصوات والحاجات دي كلها تبقى سبب ان الطفل يجي عنده مثلا فرط حركه او بعض الامراض اصلا؟ ولا دي سلوكياته جزء منها جوه؟ يعني انا لو ست متوتره على طول وزعلانه على طول وعندي مواد كيماويه ماليه دمي وهرمونات وكورتيزون، الطفل جوه هو عصبي جدا، هو رافض، هو متضايق، هو اجريسيف، انا بربي ده ببنيه من جوه، مش بس بسلوك، ده بمواد كيماويه بتاثر على اعصابه. طب هل نقص التغذيه طبعاً، او ان الام ما تلتزمش مثلا بالفيتامينات اللي الدكتور ده بيأثر كمان على الاضطرابات دي مش بس على صحته يعني؟ جدا. وكل شهر في الحمل في حاجات معينه لازم تكون الام مهتمه بيها، مثلا حمض الفوليك لازم الام تاخده 6 شهور قبل ما تحمل، عشان كده بنقول من فضلكم يا مامات ويا بابات ابعدوا الحمل سنة بعد الجواز، مفيش داعي للحمل في أول سنة من الجواز، هنستقر كأسرة وهناخد المواد الكيماوية المطلوبة لابننا اللي هو أهمهم حمض الفوليك 6 شهور والحديد 6 شهور. تعرف حضرتك أن آخر إحصائية لمصر اتعملت نسبة الحوامل اللي عندهم أنيميا 47%، نص ستاتنا الحوامل واللي ما عنده واللي مش حوامل الحقيقه، ده احنا عندنا الانيميا في حتى في الاطفال للاسف عندنا والانيميا نف في الاطفال 43 واقل من سنتين 60%.
طب حضرتك ده انعكاسه ايه على حاجه كنت بتقوليه على انه الطفل الهايبر اكتف او طفل مفرط الحركه؟ الانيميا بتخلي الطفل مزاجه وحش جدا، الانيميا بتخليه اجريسيف، الانيميا بتخلي نشاطه الذهني ضعيف. انا مخ الطفل بيتكون 75% منه جوه رحم الام. طب انا مش بديله الحديد اللي هو اهم حاجه له، وبالتالي انا بقول للام في اول 3 شهور انت مش هتقدري تاخدي حبوب حديد، بس هتعرفي تاكلي لحمه وكبده. و طول عمرنا يا دكتور بنسمع انه حتى لو الام ما بتتغذاش كويس كده كده الطفل هياخد اللي هو محتاجه من الغذاء، يعني من جسم الام، من عظمها بقى. حتى يقول لك الست سنانها بتضعف، شعرها بيقع، انه كده كده الطفل هياخد. بيقول لك الطفل طفايلي بياخد اللي هو عايزه، بس لما يكون موجود. طب لو مش موجود، لو انا عندي انيميا حد ابني هيطلع عنده انيميا، نو واي، هجيب منين الحديد؟ هجيب منين؟ لكن لو هي ضعيف، يعني انيميا بسيطه، هو هياخد، بس انا عندي انيميا شديده جدا. الانيميا الشديده جدا تخليني عصبيه، تخلي مزاجي وحش، تخلي شهيتي وحشه، وبالتالي طفلي هيتاثر بده كله هو جوه الرحم. تمام. انا عايزه اقول بس عشان ضيق الوقت ان احنا مش سمع بس، اللمس انها تستجيب، لانه ابني بيخبط جوه. الام تقول لك بتبتدي تستقبل الحركه على 5 شهور 6 شهور بيخبط، لازم تحسس عليه لما يخبط، لازم تطمنه وتطبطب عليه. على 7 شهور يبتدي الطفل عينيه تفتح، اللي على 24 اسبوع بدايه الشهر السابع تبتدي العين تفتح جوه البطن. لما العين تفتح البيبي لازم يشوف نور وهو جوه، فلازم الام تتعود انها ترفع هدومها شويه في النهار علشان الضوء يدخل من جدار البطن ويأثر على مستقبلات الضوء في العينين، لان ده شيء مهم جدا ان الطفل يبتدي عينيه كمان نظره يبقى حلو وهو جوه. تبتدي تجيب اخوه اللي هو عمره 3 سنين ولا 4 سنين وتشاركه ان في طفل جوه وتخليه يسمع صوته. ده هيعمل حاجتين، هيخلي الطفل جوه يعرف ان في طفل بره، والطفل اللي بره مش هيبقى غيران من الطفل اللي جوه. لان احنا اهم حاجه بتتعبنا مع اطفالنا لما يجي طفل جديد ان يبقى فيه غيره ويبقى فيه رفض للطفل الجديد وممكن بيأذيه. لكن احنا كده بنربيهم على ان هما الاثنين موجودين، وتخليه يشتري له حجاته ويخليه يكلم، تمهيد لاستقبال عادات الطفل. عادات الطفل بنربيها في اخر، يعني من 7 ل9 شهور. الام لو نامت على صوره قران او ترانيم بصوت معين كل يوم بتخلي الطفل نومه منتظم لما يتولد. الحقيقه الموضوع شيق جدا جدا. كل الشكر طبعا الدكتوره عبله الالفي المشرف العام على المبادره الرئاسيه الالف يوم الذهبيه لتنميه الاسر المصريه. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك جدا. نروح لأنا المصري النهارده. معانا أنا المصري عنا الدكتور محمود فوزي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق في عصر الرئيس الشهيد أنور السادات في ذكرى ميلاده. نتوقف عند أهم محطات حياته ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات 8 الصبح.
العمل من الحاجات اللي مفيش ديانة، مفيش أي أداب، مفيش أي حاجة، أو يعني لو هنيجي نقيس على البشرية غير إنها بتدعو للعمل. مفيش أي أمة من الأمم، أي دولة من الدول في أي وقت من الأوقات زي ما بيقولوا في على مستوى التاريخ غير إنها قامت بالعمل، بالجهد، بالعرق، بإن إحنا دايماً نشتغل، إن إحنا نعمل والعمل مع بعض. الدين الإسلامي أو كل الأديان زي ما بنقول لحضراتكم بتدعو إلى العمل، إلى الضمير في العمل اللي إحنا دايما بنأكد عليه، إلى بذل الجهد من في كل حتة. الحتة اللي أنت فيها قد كده، سواء كنت بتشتغل في شركة، مؤسسة، في الشارع، في بيتك، أي مكان، المكان، أي فرد، نتكلم في قيمة العمل اللي بيهتم بيها كل الديانات. في أمثلة عديدة بالتأكيد، لكن من أهم هذه الأمثلة وأكثرها وضوحا في العمل وفي الإخلاص للعمل طبعا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في نشر الدعوة الإسلامية في كل مكان. خلينا النهاردة نتعرف على أهمية العمل وإزاي أن كل الديانات بتدعو للإخلاص وإلى العمل من شيخنا الجليل السيد محمد عرفة، عضو المركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا بحضرتك وصباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بك وصباح الخير. والعمل العبادة، زي نتعامل مع العمل بهذا المنحة، مش زي ما بعض الناس ممكن تقعد تقول أنا هشتغل على قد فلوسهم، هم بيدوني قد كده مرتب مش عايزين يزودوه فأنا هشتغل قد كده على قد المرتب. إزاي العمل فعلا عبادة، وإزاي الأديان بتنادي بأنه لازم يبقى فيه ضمير في العمل؟ بداية الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك، الجامع لأسرارك، الدال عليك والموصل إليك، صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير، وننال بها يا ربنا البركة والفرج والتيسير، وتخلصنا بها يا ربنا من المخاوف والأوهام، وتحفظنا بها يا ربنا في اليقظة وفي المنام، وتجمع شملنا بها مع النبي العلام وعلى آله وهداة الإسلام وأصحابه الأعلام وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بشكر حضراتكم على المقدمة الرائعة. بالفعل وإحنا في شهر ميلاد حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمني إن العمل عبادة. لما هرجع شوية لورا كده وأقول هو ربنا خلقني في الأرض ليه أساسا؟ ربنا خلقني من أجل العبادة. قال كده في سورة الذاريات الآية رقم 59، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بس قال لي أنا خلقتك للعبادة، وخلقتك من أجل غاية تانية جميلة جدا اسمها العمران. عمران الكون، بمعنى ان انا اعمل في الكون، بمعنى ان انا انشئ بيت واسرة، بمعنى ان انا اشتغل في الارض واستعمل اللي ربنا سخره لي في الارض والبحار والانهار والسماء وكل شيء من اجل خدمة الانسان اللي هو المخلوق المكرم اللي ربنا كرمه، كما قال جل علاه ولقد كرمنا بني ادم. طب لما ربنا كرمني جعلني خليفة له جل وعلا في الارض، واذ قال ربك الملائكة اني جاعل في الارض خليفة، فأنا بستثمر كل هذه الإمكانيات وهذه الطاقات التي سخرها لي خالق الأرض والسماوات، وقال لي ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لذلك العمران أسمى شيء، والعمران مش هيجي بدون العمل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، بمعنى خلقني إن أنا أعمر الأرض، والعمران يكون بالعمل. عشان أتكلم عن العمل، أي بيت وأي دولة وأي مؤسسة وأي دنيا بتنشأ من خلال العمل، يبقى لازم الإنسان يسعى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، عشان تعملوا إيه؟ وكلوا من رزقه وإليه النشور. ربنا هنا جمع في الآية دي، جمع السعي اللي هو العمل، وجمع الضمير اللي حضرتك بتتكلمي عنه، قال وإليه النشور، بمعنى وحضرتك بتشتغل راقب ربنا سبحانه وتعالى، مش على قد فلوسهم أنا بعمل وعلى قد اللي هم بيدهولي أنا هشتغل، لا، أنا لازم أراقب ربنا سبحانه وتعالى. لذلك حضرة سيدنا النبي عد الإنسان اللي بيشتغل ده وعد العمل مغفرة للذنوب. معقول لو أنا رحت شغلي وأخلصت في شغلي ربنا يغفر لي ذنوبي؟ ده مش عبادة. لا، العمل عبادة والله،
ولكن ده ما يغلبش على عبادة ربنا سبحانه وتعالى. الإخلاص في العمل عبادة. لذلك حضرة سيدنا النبي يقول فيما رواه الطبراني وغيره: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. يا سلام، يعني اللي بيخلص في العمل ويراقب ربنا، ربنا بيغفر له ذنوبه. والله ده كلام حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين العمل ده سيدنا النبي أطلق عليه جهاد. جهاد يعني الجهاد بس مش مجرد الحرب، لا، الإخلاص في العمل وإتقان العمل ده جهاد. جهاد للنفس وجهاد للشيطان وجهاد للشهوات. أحسنتي بالفعل، ربنا يبارك على حضرتك. كان في قصة كده، هو كان في واحد من الصحابة، رواها الإمام الطبراني برضو وغيره، إن واحد من الصحابة كان اسمه سيدنا كعب بن عجرة. سيدنا كعب ده كان ربنا مديله بسطة في الجسم، يعني كان ما شاء الله عليك. فالصحابة شافوا في يوم من الأيام ماشي الصبح كده شايل الفاس بتاعه، كان زمان الأعمال بسيطة، كان عنده الفاس اللي بيقطع بها الشجر وعنده الحبل بتاعه. فالصحابة شافوه هو خارج الصبح كده عنده جلد وهمة ونشاط وسعي. فالصحابة بصوله كده، عدت الناس برضو ما بيسيبوش حد في حاله، قالوا لو كان هذا في سبيل الله سيدنا النبي سمع. إيه ده؟ طب ما هو مين قال لكم إنه مش في سبيل الله؟ قالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، قصدهم يعني لو طالع يجاهد معك ويحارب من أجل إعلاء لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. قال لهم على ما خرج، هو طلع من بيته رايح فين؟ قالوا يا رسول الله خرج على قوته وقوت أولاده. فسن النبي علمنا بقى يقول لهم إن كان خرج على أولاده صغار فهو في سبيل الله، يعني لو خرج عشان يجيب أكل ورزق وسعي لأولاده الصغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج على نفسه يعفها، يعني لو شاب مثلا بجهز نفسه فهو في سبيل الله، وإن خرج بقى سيدنا النبي يقلب الدنيا خالص ويروح للناحية الثانية، وإن خرج مفاخرة فهو في سبيل الشيطان. فسيدنا النبي بعلمنا أبعد عن الرياء في العمل. على ذكر الشيطان والتكاسل، واحدة من التحديات اللي بتواجه الناس وهي نازلة شغلها، وده طبيعي يعني، خاصة بقى مثلا في الشتاء الجو برد الصبح وفي صعوبة انك تقوم وتجهز وتنزل تروح شغلك، ازاي نتغلب على الكسل والتكاسل واحنا رايحين شغل؟ احسنت بالفعل، ضد العمل الكسل. وكان من دعاء حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما روى الإمام مسلم وغيره: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الدين وقهر الرجال. حضرة سيدنا النبي بدعي ربنا بيستعيذ بالله من العجز والكسل، لأن الصفتين دول يؤدوا بالإنسان إلى المذلة في الحياة. لذلك اللي ما بيعملش ويتقن في عمله بكون إنسان مهمل. كان ورد عن بعض التابعين الإمام شقيق البلخي، ده كان راجل كده بيشتغل ويعمل، بس كان له شيخ اسمه سيدنا إبراهيم بن أدهم، كانوا من التابعين. فشقيق البلخي الشيخ بتاعه قال له خلاص بقى أخرج روح اشتغل عشان تجيب طعام ليك ولأولادك. فشقيق ده خرج في يوم من الأيام وهو في التجارة، وبعدين في السفر كده ريح شوية، جلس في مكان، فهو جالس المكان ده في الصحراء فوجد طائر مكسور الجناح وطائر كفيف لا يستطيع الطيران. فشفته الرجل التابعي ركز مع الطائر، فبيكلم في نفسه بيقول مين اللي هيرزق الطائر ده؟ فهو بيركز مع الطائر لقى طائر تاني يجي من السماء كده ويطعم هذا الطائر مكسور الجناح، ويطعم هذا الطائر الأعمى، يطعمه في فمه كأنه ابنه. فالرجل قال طب ما هو ده مكسور الجناح وده كفيف ما بيطرش، طيب وربنا بعت له الرزق، أنا ليه تعب نفسي؟ طب ما أنا أروح أقعد في بيتي، وإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ربنا هيرزقني، ربنا مش هينساني. فلما رجع من السفر اللي هو فيه ورجع للشيخ بتاعه بقول للشيخ اللي هو سيدنا إبراهيم بن أدم، بقول له والله وأنا في السفر شفت مشهد عجيب شوية، شفت طائر كسيح مكسور الجناح وأعمى لا يطير، وطائر تاني جاي، فأنا استفدت من الموقف ده أن أنا أقعد في بيتي وخلاص ربنا هيرزقني أنا وولادي. فالشيخ بتاعه عشان نعرف المربي، وده فضل التربية بقى، الأب والأم أو المربي الأستاذ القائد المعلم، فقال له لا
ليه رضيت ان انت تكون انت الطائر الكسيح اللي مستني واحد يديله؟ ليه ما تكونش انت الطائر اللي كلام حضرة سيدنا النبي قال له اليد العليا خير من اليد السفلى، كلام حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل يده، قال له عندك حق، فقبل يده وانصرف. ليه انا ما كنتش انا المعطاء الذي يراعي الناس؟ ليه ما كنتش انا المسؤول اللي قال عنه حضرة سيدنا النبي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ يعني اللي حضرتك بتقوله ده برضو بيجي في بال ناس كتير، انه انا كده كده رزقي هيجيلي سواء عملت او ما عملتش، كده كده رزقي مكتوب لي سواء جميل سعيد قوي. او ما ساعدش. اللي حضرتك بتكلمي فيه ده بيدينا امل كده في الكسل والعجز وان احنا ننام، انما لا، لابد أن نمشي في مناكب الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. لذلك حتى في الصلاة، فإذا قضيت الصلاة، صلاة الجمعة، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ما قالش عد مربوط بالسعي أكيد. حتى لما وصف اللي هم الرجال اللي هم أحسن ناس قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذن العمل، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا الأمثلة بالأنبياء. سيدنا نوح صنع السفينة فكان يعمل نجار، سيدنا داود كان يعمل في صناعة الدروع وعلمناه صنعة لبوس، حتى حضرة سيدنا موسى كليم الله لما خرج من مصر هنا وراح توجه تلقاء مدين وقبل بن اللي هم ابنتا سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حتى قال له هتقعد عندي 10 سنين وهتشتغل على أن تأجرني. فاضل دقيقتين فاضل دقيقتين، عايزة حاجة مهمة جدا، علاقة الضمير في العمل بالبركة، لأن في ناس ما بتربطش إن قد إيه لو أنا ما عنديش ضمير الدنيا هتمشي، بس مش هيبقى عندي بركة في الرزق. جميل. كلمة الضمير ما جاتش في القرآن ولا مرة، وإنما الضمير ده ما استقر في النفس، اللي هم بنسميه إحنا في السير إلى الله اللي هو مراقبة الله سبحانه وتعالى، بمعنى إن أنا أشتغل وأعرف إن ربنا مطلع علي وهو معكم أينما كنتم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، إن أنا أراقب ربنا. سيدنا عمر لما عدى على البنت أمها وهم بيخلطوا اللبن بالمية، والبنت تقول له ما يا ماما أمير المؤمنين سيدنا عمر نهى عن ده، فالبنت تقول لها هو مش شايفنا، قالت لها ربنا شايفنا. سيدنا عمر راح وجوز البنت دي لابنه على طول. ليه؟ لأنه أيقن إن عندها دين، هي دي اسمها المراقبة. فالمراقبة تدين البركة على طول. ليه؟ لأن أنا بكون إن مستشهد وحاضر إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع علي. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن كل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما تخفيه عنه يغيب وهو معكم أينما كنتم. ده ربنا سبحانه وتعالى، فلازم نستحضر عظمة ربنا عشان ربنا يدينا سبحانه وتعالى البركة في كل شيء. والبركة مش فلوس طبعا. الضحكة بركة، البركة في الأبناء، الصحة بركة، السعادة بركة، الزوجة الصالحة بركة، الأب بركة، الصالح بركة، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وتسليم الأمر إليه بركة في الحياة. يا رب ارزقنا جميعا البركة في الحياة. كل الشكر شيخنا الجليل السيد محمد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، شرفتنا في التنافس. ده الشرف لينا، ربنا يحفظكم ويبارك. نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم بقى فقرات 8 الصبح. اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده نسلط الضوء على موهبه مصريه لسيده مصريه مبدعه فنانه قدرت من خلال لوحتها تبدع من خلال الفن التشكيلي، وكل لوحه هتشوفوها معانا النهارده لوحه بتتكلم عن نفسها، لوحه لما تبص لها هتحسوا بمشاعر بتعكس الهويه المصريه. كل لوحه هي بصمه من ارض المحروسه، لوحات كتير بتعبر عنها الفنانة المصرية المبدعة مريان بشارة الفنانة التشكيلية. أهلا بيكي وصباح الفل والفن والإبداع. أهلا بيكو وصباح النور. مريان يعني أحييكي الأول، وطبعا إحنا شايفين على الشاشة واضح جدا ما شاء الله ما شاء الله اللوحة أو اللوح بتنطق، فطبعا بحييكي جدا جدا عليه وأهلا بيكي وشرفتينا. وخلينا أبتدي معاكي من البداية، ما تيجي تبتدي لوحة بتبتديها إذا يعني زي ما بيقال، أو إحنا مش كل الناس فنانين طبعا، بس بقى الوحي وبيبقى لها حاجات معينة لازم تعمليها، مكان معين بترسمي فيه في المرسم الحاجات دي، ولا لا في أي وقت كده أنا هقوم جاتلك الفكرة شفتي وش عجبك أبتدي
اللوحة بتاعتي. أنا بحب أرسم قوي معاني أو تعبيرات. بيفرق معايا جدا الوشوش بتنطق بتتكلم وسمعاها وهي مرسومة، فهو ده اللي بيفرق معايا في بداية أي لوحة. وسمعاها وهي مرسومة. بالظبط. حلو قوي التعبير ده، يعني إزاي اشرحه لنا؟ يعني إيه؟ بتحسي بإيه؟ يعني مثلا تبصي للوحة تحسي إن هي بتحكي لك حكاية، بتديكي طاقة معينة إيجابية. بحب جدا أتأمل في الألوان بتاعتها قد إيه هي بتديني طاقة، بخطوطها بتديني معاني، كل لوحة بحكاية. حلو قوي. احنا معانا عدد من اللوحات بتاعتك، خلينا دي طبعا اللوحة كمان اللي معانا في الاستوديو، احكي لنا قصة كل لوحة، لانه كمان انتي مدرسة الواقعية في الفن التشكيلي، في مدارس تانية زي اللوحات اللي الناس كتير ما بتفهمهاش، اللي بتقف قدام اللوحة تقولك اللوحة دي بتعبر عن كذا، ما بنبقاش احنا كمتلقي مش فاهم قوي في الفن التشكيلي ما بنبقاش فاهمينه، انما ده الفن الواقعي او المدرسة الواقعية، فهي لوحات واضحة ومفهومة، انما من وجهة نظرك وتذوقك انت كفنانة، انت بتشوفي في اللوحة دي حاجة معينة عايزة تنقليها للمتلقي، ايه اللي في اللوحة؟ في البداية انا برسم في مواضيع مختلفة كتير، كلها بتديني معاني في كل لوحة ومشاعر معينة. اكتر حاجة بتشدني المشاعر المصرية، ده اللي شايفينه على الشاشة، المشاعر المصرية او الاصالة المصرية. خلينا كده لوحة لوحة كده، قولنا قصة، انت قلتي وراء كل لوحة قصة، خلينا بقى واحنا بنتفرج قولنا القصة اهي، في لوحة دلوقتي موجودة قولنا القصة بتاعتها ايه. طيب ده شاب صعيدي، بشرته سمرة، نظرته فيها صدق، ضحكته جميلة شقية، وبيبص على الفتاة الريفية الجميلة، لو بصينا عليها هنلاقي عينيها لأي حد بيبص على اللوحة بتحكي معاه حكاية مختلفة. أنا شايفاها فيها خجل، نظرة خجل مع سعادة، يعني في دمج كده المشاعر مختلفة. يعني كل واحد هيبص لها هيقرأ من عينيها كلام كتير، ابتسامتها فيها دلال كده، وماسكة شعرها الناعم بإيديها، واقفة جميلة، واللي بيربط اللوحتين ببعض الزخارف الريفية بالخطوط الهندسية المعروفة في الريف، الألوان زاهية جدا، بتتكلم، مترابطة، بتربط اللوحتين ببعض، وبتوضح التراث بتاع روح الريف. أنا عايزة كمان أسألك برضو، وإحنا بنتفرج على باقي الصور، أنت مهتمة أن أنت تنقلي الهوية المصرية دي والثقافة المصرية لدول مختلفة بره مصر، يعني يمكن كمان أنت كنت مشاركة في مهرجان في كوريا الجنوبية، مهرجان سولوسونج الدولي أو الثقافي الدولي هناك، وعرضتي مجموعة من صورك اللي بتعكس الثقافة والهوية المصرية، احكي لي عن مشاركتك هناك وتلقي الجمهور المتذوق للفن للوحاتك. طيب أنا هتكلم أن أنا بهتم جدا بالمشاعر المصرية، وبحس قوي أنها مشاعر مليانة أحاسيس جميلة بتنقل الحياة البسيطة اليومية للشعب المصري. فلما جيت أفكر هرسم إيه للمهرجان وهودي إيه كوريا، فكرت إن أنا أرسم اللوحتين دول من الريف، وكل صورة فيهم فيها ابتسامة مختلفة بتنقل طاقة وروح إيجابية، وبتوري جمال المصري جواني الريف. فده اللي فكرت فيه ان انا اعرضه هناك واوريهم قد ايه عندنا تراث وزخارف حلوه ريفيه، بشره سمراء، ضحكه حلوه، البنت حتى لو مغطيه راسها لكن في ابتسامه جميله، وفي لبسها الريفي فيه جمال وزخارف حلو. طب احنا ممكن واحنا بنتكلم برضو نشوف الصور اللي معانا وتعلقنا عليها، في صوره فيها اربع بنات يا جماعه، لو يا ريت نرجع لها، في صورة فيها أربع بنات بيضحكوا أو بيرقصوا أو ما كده، الصورة بجد يعني خدت قلبي أهي، خدت قلبي. يعني احكي لنا حكاية الصورة دي، يعني إيه الجمال ده وإيه الطاقة الإيجابية وإيه الضحكة الجميلة، البنوتة اللي في النص طاقة إيجابية وسعادة نقلتها لي. طيب أنتي كده شرحتي اللوحة. حقيقي. لأن دي الإحساس فعلا، ده الإحساس اللي وصلته لي بالظبط. هي ده
بيبين مجموعه بنات بيرقصوا رقصه شعبيه جميله. كل واحده ليها ضحكه وليها حركه بايديها. واحده رافعه ايديها، واحده بتسقف، واحده شبه بتحضن البنوته اللي في النص. فكل واحده بتعبر بايديها بحركه اكن في تناغم، لدرجه انك ما تبصي في اللوحه كده تحسي انك سامعه صوت الموسيقى اللي بيرقصوا عليها. بالظبط. في النص بطله اللي هي بتلفت الانظار ليها. بتلفت الانظار مش بلبسها الرائع ولا بشياكتها، بطاقتها وبنظرتها، طاقه الضحكه بتاعتها. بالظبط. وبعينيها السودا الجذابه بالضحكه ونظرتها لفوق وهي سعيده اكنها طايره. ده كمان انا قادره اتخيل كمان ان ده مثلا مشهد من مثلا يوم الاحتفال بيوم الحنه مثلا للعروسه المصريه في الريف. يعني ده برضو حسيت كانه مشهد من فيلم او لقطه من مسلسل. بالظبط. المشهد جميل. انا كنت عايزه اقول كده، هي انا لما رسمتها حسيت ان هم بيرقصوا في ليله الحنه بتاعت البنوته دي، وفرحانه انك قريتيها من غير ما ابتدي احكي. لا يعني انت صورك بتنطق بجد الحقيقه. خلينا نتكلم بقى على الرجاله عشان ما يزعلوش مننا، فاحنا مش بنرسم البنات بس. ايوه. ده ايه بقى قصته؟ بصي، هم ثلاث لوحات لثلاث رجاله قاعدين في الشارع. ده واحد منهم بيقرا جورنال ومعاه كوبايه الشاي، وده واحد قاعد في روقان كده على قهوه وبيشرب شيشه. دي ساعه العصريه كده، العصاري زي ما بيقولوا، قاعد على القهوه بيشرب الشاي مثلا. وده واحد قاعد هادي بيتامل في حاله استرخاء. عايزه اقول ان كل حد لازم يستمتع باللحظه اللي هو فيها طبعا. ومجرد رموز بسيطه في اللوحه زي كرسي الخشب، ده بيبين بساطة الشعب المصري والرضا اللي عنده. لقطات حياة يومية للمصري. كمان انت مهتمة انك تنقلي من خلال لوحاتك مش بس تفاصيل حياة يومية، لكن مثلا مواقف تاريخية او قصص تاريخية. شفتلك لوحة يا مريان عن رحلة العائلة المقدسة، او تحديدا ميلاد السيد المسيح، والصورة دي كمان كان ليها قصة وخدتي عليها جايزة ومركز اول في احدى المسابقات او المهرجانات. بالظبط. كانت العذراء يعني شايلة المسيح وبتبص له بحنان وحب، ودي ترمز للعائلة المقدسة، للمرأة المصرية برضو، للقيم الأسرية، للمحبة، ان هو مولود في وسط يعني بيت لحم في وسط قش، وهي بتبص له بفرح وهو وشه كله بيشاع سلام وبركه. فده اللي كنت اقصده من اللوحه دي. مريان، كل اللي انت بتقصديه سواء اللي انت بتقوليه او اللي انت بتجسديه من خلال لوحاتك، فعلا لوحات مش دي مسموعه ومحسوسه. ويعني بجد شكرا لوجودك معانا ومتعتينا، ولوحات بجد رائعه. ويا ريت اي بقى معارض هنا في مصر تقول لنا عشان اكيد هنكون اول الحضور. شكرا لوجودك معانا. مريان بشاره فنانه تشكيليه جميله. شكرا لوجودك. شكرا ليكم. نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. رحب بحضراتكم مرة تانية. أكل التمانية الصبح النهاردة لكل أم مصرية عايزة تعمل لولادها أي حاجة حلوة. وطبعا الناس بتقول دايما الحاجات دلوقتي بقت غالية. مش غالية دلوقتي، هنقول لكم إزاي تقدري تعملي لولادك حاجات حلوة كتير بمكونات ممكن تكون بسيطة بسعر ممكن يكون لطيف، وفي نفس الوقت حاجات مش صعبة، بس هيبقى عندك دايما حلويات بس بالراحة في أكل الحلوية. هنعمل حلويات بس مش عايزين نكتر منها. معانا خبيرة بتشرفنا، خبيرة أو متخصصة في إعداد الحلويات، دينا شارلي. صباح الخير يا دينا. صباح النور. أهلا بيك. صباح الخير يا دينا. ومبدئيا تسلم إيديكي. سفرة حلويات متنوعة، ودايما بنقول انه الحاجات المعموله في البيت بتكون صحيه اكتر، ما فيهاش مواد حافظه، الام بتبقى عارفه هي عامله ايه وحاطه ايه بالظبط عشان صحه الاسره وصحه ولادها. احكي لنا كده في البدايه الاصناف اللي انت جايبها لنا، وبدايه بقى تخصصك في صناعه الحلويات. ايوه. ده بيبقى عباره عن بان كيك نوتيلا، بان كيك كندر، وافل، كريب محشي كيك، وافل، بان كيك، بان كيك دونتس، فوتوتشيني. بانكيكس. يعني دي كلها حاجات انت عاملاها بايدك، وحتى الفوتوتشيني ده يعني
برضه ده الكريب او متقطع زي شرايط رفيعة كده وعليها نوتيلا. هي الحلويات اللي ممكن اي اسرة لما تروح تقعد في مكان يطلبوا حلويات هيدفعوا فيها طبعا اسعار مبالغ فيها. أيوة. ممكن الام المصرية تعملها في البيت. ايه بقى الاصناف يعني بتختاريها على اساس ايه؟ ايه بيبقى الانسب مثلا لافراد الاسره لما نقول مثلا في حد بيبقى عنده سكر، في طفل بتبقى اسنانه مش عارفه مسوسه؟ قولي لي. بقلل السكريات يعني مش بزود السكريات لو حد عنده سكر عشان يقدر ياكل منها. هدوء وانت بتحكي لي عشان احكم بقى بنفسي على الحلويات. خلينا نمشي خطوه خطوه. دي بقى الحاجات قبل ما تبتدي تحطي عليها يعني دي البانكيكس بتاعتك قبل ما والدونتس والحاجات دي قبل ما تبداي تحطي عليها بقى الصوص والحاجات المختلفه. يا ريت يعني ممكن ناكلها لوحدها كمان؟ طبعا طبعا تنفع. طب ندوقها كده. طب قولي لي يا دينا دلوقتي انت طبعا معاكي مكونات كتير جدا هنا جايبها لنا. الحلويات مش بس ممكن نعملها في البيت ونقدمها للضيوف، احنا كمان ممكن نقدمها لحد كهدايا. ايوه يعني في شكل كده ممكن نقدم بيه طبق حلويات لطيف واحنا رايحين نزور حد في البيت بدل ما برضو بنشتري الحلويات من بره. دي فكره ما انا جاتش في مخي. أيوة أنا... ان احنا ناكل بس احنا نقدمها كمان. برافو عليك والله. حد بتشتري الفكره نفسها. انا كنت عايزه اجدد من شكل الحلويات. هو اسمه بان كيك فبيبقى شكله عادي عليه نوتيلا مفيش مشكله، بس انا بقى بعمل منه زي تورته، بعمل منه بوكيه ورد بالبان كيك والمارشميلو. ورينا بتعملي الحاجات دي ازاي، عايزين ندي افكار لست البيت. طب ما تورينا ورينا بسرعه كده، ورينا علشان ندي افكار وازاي ان احنا ممكن يعني ممكن اروح ازور حد واخد معايا يعني بدل ما اخد ورد اجيب بان كيك. والله حاجات كتير. لا سايحين عشان بس ما نتغرقش كلنا شوكولاته. تمام. طب الشوكولاتات دي بتجيبيها جاهزه ولا بتعمليها برضو؟ لا بجيبها جاهزه وبسيحها وبحطها في ال لكن لا يعني مش تنفع تتعمل من الكاكاو والخام؟ لا مش بتبقى نفس الجوده. مش بتبقى نفس الجوده. اوكي. طب حلو. وتجيبيها بقى تعمليها بس حمام ميه سخنه؟ وتزودي عليها لبن؟ لا مش بزود عليها ولا اي حاجه يعني خير. لازم تجيبيها سواء كانت الدارك بتجيبيها دارك اللي بلبن اوكي اللي بزبده كل حاجه بس بتسيحيها فقط. اوكي طيب حلو. دي هل الموضوع سهل يعني؟ انا بالنسبه سهل لي جدا. هو اكل الحلويات سهل طبعا حاجه جميله جدا، هو عمايل الحلويات صعب. هل في مثلا شويه نصايح او تفاصيل ممكن تنقليها لست البيت بحيث تعمل الحاجات دي بسرعه؟ اهم حاجه ان هي تبقى عندها فن من جواها، لو فننتها للاطفال هياكلوها اصلا لو ذوقتها بشكل معين كده يعني هياكلوها يبقى الموضوع حلو بالنسبه لهم. هو كده كده الموضوع حلو. حلو الكلام ده قوي يعني. معلش انا هاخد حلو. بصوا يعني بصوا يا جماعه الموضوع طلع عالمي طبعا، بس السكريات نخف علشان التخن يا جماعه. فايه بس بس انت اللطيف عندك ان انت مش مزوده فعلا السكر زي ما انت بتقولي. لا مخليه النسبه بتاعت السكر كويسه. ما تبقاش مسكره قوي. طب احنا ممكن نعمل كده لو هنشتغل هنا تبقى اسهل لك. طيب بصي كده بوسع لك مساحه هنا احسن، ايه رايك؟ الحلويات في مصر يا دينا كمان مرتبطة عندنا احنا كمصريين، مرتبطة عندنا بالمناسبات. هتلاقي عندك في كل مناسبة في حلويات، يعني مولد النبي قرب اهو خلاص في نوع حلويات مرتبط بيها. عندك مش عارف عيد الفطر الكحك، عندك كل مناسبة عندنا بنربطها بالأكل. عاشوراء برضو بناكل الحلويات. الحلويات الجديده دي انت بتشتغلي في الحلويات الشرقيه الغربيه بس ولا بتعملي كمان الحلويات الشرقيه والبسبوسه؟ لا في رمضان بعمل الحاجات اللي هي الشرقيه، البسبوسه والبلح الشام والقطايف والحاجات دي. بنوع برضو. ايه المطلوب اكتر خاصه من التقاليع اللي بتدخل؟ بصي انت قلتي رمضان الكنافه، لازم كنافه بالمانجا. بالمانجا والنوتيلا التقليديه بتاعتنا العاديه. وبعمل كنافه برضو بالكريمه. نبتدي نعمل نبتدي الحاجات نعمل دي مبتبقاش مطلوبه اكتر في رمضان. بتبقى مطلوبه بقى الكنافه والبسبوسه والقطايف والحاجات دي. طب ممكن نبتدي نعمل البوكي واحنا بنتكلم تمام. علشان بس وقتنا ونطلع الساده المشاهدين يبقوا ايه عرفوا يعملوا ازاي. واحنا بتعملي لنا البوكي ازاي؟ قولي لنا ازاي اعمل العجينه بتاعت البانكيكس، لان دي حاجات من التريكات زي ما بيقولوا كده اللي هي تطلع حلوه، انها تطلع فريش، انها ما تبقاش عليها سكر كتير. تمام. يعني لا واحنا بنشتغل. طيب ايوه بالظبط كده. العجينه بتاعت البانكيك بزود لها لبن عشان تبقى هشه وخفيفه ما تبقاش تقيله. قد ايه؟ قول لنا المقادير كده يعني معيار قد ايه لبن، معيار قد ايه دقيق؟ يعني مثلا ممكن احط على النص دينا واحنا بنشتغل عايزين نلحق. اوكي واحنا عايزين نوري الناس ان ازاي هو طبعا بيبقى صعب جدا معلش. هو دايما بيقولوا ايه صاحب بالين كداب، فان احنا نشتغل وفي نفس الوقت نتكلم فمعلش النهارده هنعمل ده.
علشان بس الساده المشاهدين نبتدي احكي لنا بقى هنعمل ايه المقادير. مثلا الدونتس انت عامله كمان دونتس طعمها خطير قوي. المقادير بتبقى ايه تقريبا؟ بتبقى مثلا بيض ولبن ودقيق. الدونتس مش عايزه مش تقول لنا بعمله. الحاجات المقادير علشان لا لا والله لا الدونتس كم بيضه قد ايه لبن معلقتين يعني احط بيضه مثلا بيضتين اوكي وعليهم فانيليا بدل في بيض يبقى لازم فانيليا اوكي وعليهم نص لبن ونص كوبايه لبن تمام ماشي عليهم ربع زبده ايوه معاكي ايوه طبعا نجرب بقى عايزه اتعلم انا كمان اعمل بوكيه عشان وانا رايحه زياره لحد بعد كده مش هشتري جاهز من بره هعمل بوكيه زي ده كده في البيت وادخل بقى على الناس مش عارفه هيبقى رد فعلهم ايه لما يشوفوني داخله لا بس حلو بالعكس على فكره من الحاجات الحلوه جدا ان احنا نعملها يا جماعه اللي هو ان احنا نتعب من الحاجات اللي انا بحبها الواحد يبقى تعبان في الهديه مش شاريها جاهز طب احنا نحطها نخلصها طب اهي بصوا 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 يا خبر حلو ده انا بوظت شكل جدا يعني احنا اهو نحط اي الوان ده ايه؟ ايوه ده مارشميلو برضه ده مش مارشميلو لا ده بتبقى جاهز بقى الحاجات دي صح يعني تنفع اللي هي الاكياس بتاعه الحلويات بتاعه الاطفال نزوق بيها ينفع في اللانش بوكس بتاع المدرسه ولا لا يبقى حاجه مختلفه وحلوه معموله في البيت كمان لطيفه قوي ممكن نحط ايه تاني في في بسكوت بس ده مش هينفع ده هتزوقي بيه هتزوقي بيه البوكي صح كده كده خدت واحده اهو برافو عليا والله تمام برافو عليكي عشان خدتي واحدة أمال لو عملتي الحلويات أيوه عايزين واحدة من اللي هي السكريات يا آية قربيه كده منا عشان نعملها معاها أنا عايزة حاجة ملونة أغير شكل كده ده شكلها أنا عملت أنا عملت حاجة المفروض بقى تكمل للآخر المفروض ده بيكمل للآخر وأنا أظن الصعوبة بقى في لفة البوكيه لا لا يعني ممكن ما احنا هنساعدك فيها كده أوكي طيب اهو صح كده اي حاجات للتزيين قولي لنا كده افكار للتزيين برضو يا المارشميلو والسبرينكل هم اللي بيدوا شكل حلو قوي للحاجات المارشميلو طبعا والسبرينكل او الفورماسيل اللي هي الملونه اللي زي دي كده ايوه دي بتبقى لطيفه ممكن نزين بيها برضو العصايه تمام كده شاطره والله انا شاطره جدا بس انتوا بس اكتشفوني في مواهب هنا بس لسه يعني احنا بهدلنا ايدينا عادي عادي ما احنا لابسين جوانتيات عشان كده ماشي اهو خدي انا عملت واحده ممكن تحطيها في البوكيه تمام هي طبعا شكلها ماشي وحلو كمان ان انت اطفالك ممكن يساعدوكي في حاجه زي كده ان هم يعملوا في عيد ميلاد في حفله في المدرسه بدل ما ننزل نجيب حاجات مش تقليديه حاجه مختلفه اوكي بدل ما نجيب حاجات جاهزه وبفلوس قد كده طب ايه التريكات او الحاجات اللي لازم نحرص عليها في البيت كل ام وهي بتعمل علشان العجينه ما تبص علشان الحاجه ما تتحرقش ما تزودش الدقيق ما تزودش الدقيق طب بيتحط عليه لو الدقيق زاد بيبقى العجينه باودر. بتبقى مكتومه شويه لو بقى باظت مني العجينه اعمل بيها ايه بدل ما ارميها عشان بتحصل معايا كتير لا اكيد مش هتبوظ يعني لو مثلا تخنت مثلا زودت دقيق فتزود العجينه ازود لبن ولو خفيفه بزود دقيق ايه اللي ممكن يبوظ العجينه وانت بتعمليها يعني مثلا هل لو زودت مثلا البيكنج باودر انا عايزه اسال سؤال بس محدش يضحك عليا يعني انت المشكله يعني احنا قلنا ايه بتتعمل ازاي المقادير بس بعد كده بقى التسويه بتبقى ازاي يعني بحمرها في زيت ولا عندي مكان في إيه؟ عندي مكان بس يعني عندي مكان بانكيك وعندي مكان الوافل وعندي مكان الكريب لكن لا لو انا مش عندي مكنه ينفع بالحاجات كده ينفع كدا؟ بقى ممكن مثلا يعني بتتحط في زيت ولا لا في طاسه بتتحط وبتروحي بقى صبه البانكيك وبيبقى طبقات فوق بعض اوكي تعملي الحجم بقى اللي حضرتك عايزاه صغير كبير طيب مش احنا بنعمل بوكيه والله كملنا كملنا البوكيه ايه اسهل نوع في الانواع دي يا دينا لو ست البيت دي بتبقى مشغوله او وقتها ضيق البانكيك وعايزه تحضر البانكيك اسهل حاجه ممكن يتعمل باطعمه مختلفه يعني طبعًا. بنزود حاجات اللي العجينه تغير من طعمها لا ممكن عصير فراوله مثلا او اقصد الحاجات ممكن الوان يغير من لون العجينه نفسه اللون بتاع العجينه نفسه والوافل نفس الكلام زي الروز اللي كان فيه واحده روز دلوقتي صح تمام. ولا انت دي لا لا دي الشوكولاته نفسها هي المتغطيه هي المتغطيه لكن ينفع اعمل العجينه نفسها ملونه ازاي بقى بحط عليها الالوان بتاعه الاكل اوكي اوكي اتعلمتي منين بقى صناعة الحلويات بالطريقة حبيت ان انا اغير الفكرة نفسها
يعني حبيت ان انا اغير الفكره. لا يعني مين هل مثلا والدتك ولا اتعلمتي من الانترنت ولا ايه الطريقه اللي حطيتك على اول الطريق؟ والله يعني ماما كانت معايا شويه واختي الصغيره هما اللي علموكي. طيب عايزين بقى نبتدي نرصها ازاي ولا لسه كمان لا محتاجين؟ لا دلوقتي خلاص هنعملهم بقى دلوقتي. طيب اوكي عايزين بقى نبتدي نركز يا جماعه عشان هنعمل ال معلش انا عايزه ادوق الدوناتس اللي عندك دي. اوكي دي ايوه اتفضلي. لا ركزوا بقى في اللفه دي عشان اللفه دي واضح ان هي محتاجه طبعا البوكيت بهدل شويه. معلش معلش بس احنا ايوه في واحده كمان دي ازاي بتطلعي العجينه لطيفه وهشه يعني واحدة. اللبن انا بعملها بتطلع معجنه معلش يعني بتطلع مني معجنه اللبن هو اللي بيخليها هشه كده وخفيفه. اوكي دي طبعا الورق اللي هو بنجيبه من اي مكتبه صح اللي بنلف فيه الهدايا اوكي ماشي اهو ورينا بقى اللفه اهو انا هسندهولك وانت رصيها. ايوه ايوه ايه اكتر حاجه بتطلب منك يا دينا من انواع الحلويات دي؟ البان كيك اكتر حاجه. البان كيك مع انه سهل يعني. طب انت لو اسالك سؤال بقى ايه بره اللي انت شاطره ايه هو اللي سهل؟ ايه هو اللي سهل؟ الكلام الكبير ده بس قولي لي يا دينا لو واحده مثلا من الامهات سالوكي على طريقه حاجه معينه عجبتهم من الحلويات هتقولي لهم الطريقه ولا لا هقول هتقولي لهم الطريقه بجد بكل التفاصيل؟ برافو عليكي. ياخد قد ايه ان انا اعمل ده من ساعه ما احط اولا هو بنسيبه يتخمر وكده ولا لا؟ لا 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 مش تخمير يعني بعجن على طول واحمر بقى او يعني سواء مكان في ساعتها بالظبط. ياخد قد ايه وقت مني ان انا اعمل حاجه زي اللي انت بتعمليها؟ يعني انا لو حد بيبقى بيطلبها ايوه بعملها بيبقى الحجز قبلها بيوم يوم واحد يعني بطلب الحجز. طريقه النقل بقى بس عشان خاطر ان الصوصات تبقى ماسكه على الحجز. بصوا بقى الشكل ان هي على الهوا واحنا عملنا هنا كمان واحد بس طبعا عشان الوقت مش اهو. والله ظريف وغير مكلف يعني تكلفته قد ايه ده يا دينا مثلا؟ يعني مثلا ده بيبقى في حدود 120 150 اوكي البوكيه الواحد نعملها هنا في يونكا كده بس بيبقى اكتر من كده مش بيبقى كده ده كده يعني كروكي عشان الوقت بس بيبقى فكره ظريفه جدا. طيب اهو بصوا بقى كده يعني بس انا لو حد داخل عليا ببوكيه زي ده هبقى مبسوطه قوي انه تعب فيه وجايب لي حاجه معموله في البيت. نعم عمال ايدينا وحيات عينينا. والطعم جميل جدا وتسلم ايديكي بجد يا دينا. الاصناف المتنوعه المختلفه اللي معموله في البيت من غير مواد حافظه ومعموله بجوده عاليه فتسلم ايديكي يا دينا. وبنشكركم كمان على طيب المتابعه. كل واحده بقى ام كده قاعده دلوقتي فاضيه تقوم تدخل المطبخ تجرب تعمل لاولادها اكله مش اكله يعني حلويات حاجه يحلوا بيها تحليه بعد الغداء من الاصناف الجميله اللي دينا عاملاها لنا النهارده. وبنشكركم على طيب المتابعه. خلصت حلقتنا بكره ان شاء الله حلقه جديده من 8 الصبح. ابدا يومك صح. باي باي.